الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها الى الحراثة جبرا وسبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وامرا فان النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عنه خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لاهلي فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاحبه اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت اسرار ابتدانا في اللقاء قبل الماضي الحديث عن الاربعون الاسريه وهو احد كتبي عن الحياه الاسريه وسيصدر إن شاء الله تعالى في خمس مجلدات وبفضل الله تعالى يعني انتهينا من المجلد الأول بفضل الله تعالى وما هي إلا أيام معدودات ويطبع بإذن الله فبنتكلم في كتاب الأربعون الأسرية باخترت أربعين حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتكلم عن المعنى العام للحديث عن مفردات غريب الحديث يعني بعض الكلمات التي تحتاج إلى توضيح وبعدين بتكلم عن المعنى الاجمالي للحديث المعنى العام الحديث ده بيتكلم عن ايه وبعد كده بتكلم عن الفوائد سواء فوائد تخص العقيده فوائد في الحديث فوائد في الفقه فوائد تربويه اجتماعيه نفسيه اسريه كله كله فيما يخص الحياه الاسريه والامر من اجل نشر الثقافه الاسريه بين عموم الامه احنا تحدثنا في اللقاء الفائت وقبل الفائت عن الرواية التي دارت او الخلاف الذي دار بين علي بن ابي طالب وبين فاطمة رضي الله عنها وكان الحكم بينهما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرنا منها فوائد عظيم تعالوا النهاردة نتكلم عن الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع هذا الحديث مع شهرته يعني الحديث مشهور جدا بنسمعه في الافراح ونسمعه في في الاذاعات وبنسمعه على المنابر ولكن الوقوف مع الحديث كمعاني وفوائد عظيمه الغالب يتكلم عن مساله الدين والجمال وينتهي الامر عند ذلك، مساله فيها تفصيل طويل، يعني هذه الروايه اللي هي عباره عن سطر ونصف ممكن المتن يعني نص الحديث سطر ونصف هياخد مننا حوالي حلقتين لما ننتهي من الفوائد ان شاء الله تعالى. فالروايه دي من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. وعس البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك تعال نشوف بعض معاني الكلمات التي تحتاج إلى توضيح لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع أي لأجل أربع لحسبها يعني حسبها يقول لك فلان ده صاحب حسب يعني شرف عظيم وقيل المربي الحسن الافعال الحسنه انسان خلوق انسان دين له صفات محموده ثم قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين يعني ايه يعني ابحث عنها واطلبها حتى تفوز به سعاده الدارين الدنيا والاخره تربت يداك يعني افتقرتا كانهما لصقتا بالتراب ودي كنايه عن الفقر وقيل معناه قيل معنى تربت يدك معنى ضعف عقلك يعني ازاي تختار امراه صاحبه مال او صاحبه حسب او صاحبه جمال بلا دين فده بيدل على ضعف الديانه وعلى ضعف العقل وقيل افتقرت اي من العلم المعنى العام ايه في للروايه السهله اليسيره النبي صلى الله عليه وسلم قالها تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدا. معنى الحديث ان هذه الخصال الاربع المال والحسب والجمال والدين هي المرغبه في نكاح المراه، يعني اي انسان بيروح يتزوج امراه بيقصد الزواج من هذه المراه ليه؟ يا اما بيتزوجها لدينها وده قليل في الناس وده الواقع واما بيقصدها من اجل ان هي متريشه يعني معاها فلوس واما ان هي صاحبه جمال واما ان هي صاحبه عيله وشرف وناس مشهوره ومثل هذا الكلام ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع وذكر الخصال الاربع ان هذه الخصال الاربع المال والحسب والجمال والدين هي المرغبه في نكاح المراه وهذه الخصال هي التي يقصدها الرجال من النساء. أي إنسان بيجي يبحث عن زواج بيبدأ يركز وغالب الناس حتى في صفوف الإخوة والأخوات اللي يعني بنقولهم على طريق الصلاح. لما يأتي وده في الظاهر يأتي يتكلم فيقول أنا عاوز أتزوج. فأقول له طيب أنت أخذت دورات عن الحالة الأسرية؟ فيقول لي عن ايه دورات عن حلو سرية اقول له انت شغال في ايه يقول انا شغال في شركه كذا اقول له لما جيت يقابلك في الانترفيو آه زي اللي انا بعمله عندي في عملي كده بقعد اسال الشاب المتقدم ده عن حاجه اسمها مهارات حل الازمات وحاجه اسمها مهارات التفاوض ومهارات العرض والتقديم ومهارات احتواء المشكلات ومهارات إدارة فريق العمل وأقول له أخبار اللغة الإنجليزية معك إيه وعمل إيه في عن الحاسوب الآلي أخبارك من الكمبيوتر والتواصل على الإنترنت وإجادتك للغة الإنجليزية كتابة وقولا بسأله في شوية مهارات فاسأل الشاب اللي بيقول عاوز اتجوز يا جميل انت انت عندك ايه يعني انت قراتي حاجه الحياه الاسريه كتب متخصصه فيقول لي لا طب حضرت دورات لا طب متابع حد متخصص برضو لا امال انت عايز تتجوز ازاي لا انا برضو مش فاهم السؤال يا دكتور مش فاهم السؤال يا شيخ مش فاهم يا استاذ والله تعسوا ليه يا ابن الحلق السريه تحتاج الى تاهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الباءة يعني التأهيل المالي والتأهيل الصحي والتأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي والتأهيل حتى التأهيل الجنسي والشباب اللي عامل فوق قطع السمكه وديله لما بعد تناقش معاه في امور تخص الصحه والجنس والكلام ده مش فاهمين حاجه في اي حاجه خالص انما بتاعت المعلومات والثقافات من الاشياء القبيحه التي يراها في المواقع المشبوهه عشان كده بقول لأي شاب طيب وعايز يعيش حياة فيها نوع من الطمأنينة ونوع من السكينة ولأي بنت طيبة عاوزة تعيش حياة فيها شيء من المودة والرحمة والتفاهم بينها وبين زوجها لابد أن نسعى للتأهيل يعني التدريب والتثقيف والتعليم قبل دخول الحياة الأسرية البعض بيجيب شبهة كده في وسط الكلام فيقول لي طيب ما ابويا يا عم مع عم خمسين سنة وزي الفل يا حبيبي أنت مش واخد بالك الأدوار اختلفت قديما ابي كان له دور بيروح الارض الزراعيه بعد الفجر وبعدين بيرجع على اذان الظهر بيرجع ياخد حمام وبعدين بيصلي وبعدين يتغدى وبعدين يستريح كان عنده امور بيعمله وكذلك الام لها دور في داخل البيت الوقت نصف نساء مصر بره البيت يعني في الاعمال يعني بتشتغل موظفه فالادوار حصل فيها نوع من الاختلاف ثم قديما الاب والام كان بياخدوا من نفس البيئه غالبا من نفس القريه من نفس العزله من نفس النجع فبيبقى في تقارب في العادات تقارب في الثقافات تقارب في الاخلاق الدنيا دلوقتي عادت مفتوح كثيرا مش... كثيرا كثيرا ما اسمع باذني من شباب يكلمني يقول لي انا عايز واحده غير مصريه طب ليه يا ابني يقول لي مغالاه المهور لا ابحث عن ناس من نفس بيئتك ابحث عن ناس اصحاب دين مش تين التين ده نوعين في شوكي وفي برشومي وقد يكون في انواع ثانيه مش عارفها احنا بنتكلم ابحث عن ذات الدين الدين يعني البنت الفاضلة اللي اتربت في بيئة دينة مش معناها الدين الصلاة والصوم وانتهينا انما ما فيش وقوع في شرك ولا في بدعة ولا في شيء من الكبائر ولا اصرار على صغائر دي البيئة المتربية اللي عايزين نختار منها عشان كده الناس صلى الله عليه وسلم وجهها توجيه عالي قوي بعد ما تكلم عن الخ... تكلم في الحديث عن الخصال الأربع المال والحسب والجبال والدين اخر جملة قالها صلى الله عليه وسلم قال لك كل الناس بتقصد او غالب الناس بيقصدوا في الم... كل الناس بيقصدوا الاربعة دول وغالب الناس بيقصدوا الجمال والمال والحسب وبيبعدوا عن الدين فقال صلى الله عليه وسلم وجها لك قال فاظفر بذات الدين تربت يدك يعني حضرتك لما تطلب صاحبة الدين ستفوز بخيري الدنيا والاخرة تعيش حياة سعيدة يا جميل وتبقى مبسوط وفرحان وحياتك كلها مزهزهة ويعني لو حتى حدث مشكلات لعدم وجود التفاهم بينك وبين زوجتك أو تدخل الأهل أو الثقافات المختلفة أو غيره لو مش هتعيشوا على الحب هتعيشوا على الرحمة اللي ربنا عز وجل ذكر في الآية لما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة لا الحب يعني والرحمة تراحم ترحموا بعض يعني وتأتي الآية دايما ولا تنسوا الفضل بينكم طيب هذا المعنى الإجمالي للحديث تعالى بقى جميل الله يرضى عنك بعد ما تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الجمعة هنتكلم عن بعض الفوائد المستفادة من هذه الرواية لما قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع كذلك يأتي في الرجل أيضا أن المرأة بتختار الرجل كذلك على الأربعة دي. يعني النبي وجهك وقال إن كل الناس لما بيجي يختاروا حد يا إما يعني من الرجال نساء لما بيجي يختار يا إما بيختار صاحبة نسب أو صاحبة مال أو صاحبة جمال أو صاحبة دين، الأربعة دول وقد يقصد مع الدين حاجات تانية وده جميل لا شك فيه بل نور على نور إن يبقى عندك امرأة دينة صاحبة أخلاق وهي جميلة رائعة امرأة دينة صاحبة اخلاق وجميلة ومعاها فلوس يا عم لو لها اخت قول لي ده حاجة جميلة خالص ما شاء الله حاجة رائعة جدا ولكن امرأة لها حسب ولها مال ولها جمال وما فيش دين صفر وهتوريك النجوم في عز الظهر كما يقولوا في لغة العام عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث تنكح المرأة الاربع يأتي في الرجل أيضا أن المرأة بتختار الرجل برضو عشان الأربعة دي وكما يطلب من الرجل إيثار ذات الدين يطلب من المرأة إيثار ذي الدين يعني إحنا بنقول للمرأة للرجل النبي قال له كده فاظفر بذات الدين تربت يدك وإحنا بنقول للمرأة نفس الكلام يا بنت كما أوصى النبي الرجل أن يختار المرأة صاحبة الدين كذلك الوصاية لك إن حضرتك تختاري رجل دين ليس المقصود بالدين وحدة إنه ملتحي أو لبس عمامة أو لبس قميص أو لا مش ده بس ده جزء من الدين آه مطلوب بلا شك هذا جزء من الدين ولكن مش ده بس ولا تختاري للشهرة احذري لا تختاري للشهرة والأسماء اللامعة إنما ينبغي لك وليك يعمل إيه لابد من الاستشارة أنا فلان الفلاني يا مرحبا أهلا وسهلا أنا والله من المكان فلان يا مرحبا أهلا وسهلا نورتنا وشرفتنا وما النبي صلى الله عليه وسلم طيب يا ابني بعد ما اتكلم كتير انا بقول لكل ولي اكتب كل الكلام اللي قاله سجله في راسك سجل كل الكلام اللي قاله زوج بنتك او المتقدم لخطبه ابنتك سجله في عقلك يا جميل والعقل ده في القلب على اخر شيء قرأته من الأبحاث يبقى يعمل إيه؟ تسجل كل المعلومات وبعد تسجيل كل المعلومات يا جميل ابدأ بقى استشر من يعرفه هو. انزل بقى المنطقة اللي هو فيها اسأل بقى عم الحاج بتاع السوبر ماركت والميني ماركت واسأل المساجد الناس اللي بتصلي فيها واسأل الجيران اللي فوق واللي تحت واللي على اليمين واللي على الشمال واسأل الناس في الشارع وروح له عمله اسال عنه في العمل عامل ايه لعله بيزوق كل يوم وياكل مال حرام وحاجات كتير اوي اوي قوي لازم تاخد بالك ادي اول نقطه الاستشاره وجمع المعلومات الثانيه نستقر ربنا والحاجه الثالثه اللقاء المباشر بقى نقعد معاه عشان نقدر نتعرف على الجميل المتقدم لابنتك ده اخبره ايه وعامل ايه هل هو بس كده زي لحية بس وقميص وخلاص ولا دي من السنة وإنسان صاحب أخلاق وصاحب دين وفاضي وله جهد في الدعوة وغيره عشان كده بقول للبنات ما تركزوش على الاسماء اللامعه قد يكون انسان مغمور حدش يعرفه وهو عند الله عز وجل افضل من ملء الارض من المشاهير مش دي الحدوته خالص انما الموضوع بيرجع الى ديانه الرجل والى خلقه وقال الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم طيب الفائده الثانيه لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها اخر حاجه الدين النبي اخرها في الروايه أخر الدين عما قبله مع أن الدين ده أفضل من اللي فات ده كله طب النبي عمل كده ليه؟ لأن أكثر الناس لا يرغب فيه ويؤثر عليه ما قبله أكثر الناس كده فعلا يقول لك حتى بيجي يتكلم يقول لك عاوز أخت متدينة يا ابني وصف لي دين يعني إيه؟ يعني إيه معنى كلمة إن أنا عاوز امرأة دينة؟ المرأة الدينة معناها الوقافة عند حدود الله تعالى تأتمر بالأوامر وتنتهي عن النواة يقول لك يعني نفسها النقاب كويس جدا حلو زي الفل ماشي ده بين الدين ها وإيه كمان ما تفصلش عند الحتة دي طب يعني يا مولانا يا ريت أنا بحب البنات البيضة طب كويس جدا ماشي جميل خالص ويا رب الله عليك ما تبقاش طويلة أوي ولا ولا قصيرة أوي طب جميل ماشي وإيه كمان وما تبقاش تخينة ولا رفيعة ويبقى عودها كده مفتول ومشوقة القوام و... ومش عارف وعامله ايه طب جميل جدا وايه كمان يا ابني ولابسه لانسز كمان يعني لانسز ماشي طيب او عينها خضراء او زرقاء او بني او مش يعني في الدين لا يفصل وعند الجمال بيفصل بل البعض مع الامور الاقتصاديه اللي احنا عايشينها بدا يقول انا عاوز واحده موظفه ودي هيجي حلقه كامله. أخذ امراه موظفه ولا ما اخدش؟ طب وامتى اقبل ان انا اتزوج امراه هتبقى موظفه وامتى لا اقبل؟ الموضوع ده له معايير كتير جدا جدا هنتكلم فيها في لقاء قادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. طيب. يبقى الفائده الثانيه لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها اخر حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها في الحديث انه اخر الدين، طب اخر الدين ليه؟ عشان الدين مش مطلوب؟ لا 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 وانما أخر الدين عما قبله مع أنه أفضل منه لأن أكثر الناس لا يرغب فيه ويؤثر عليه ما قبله والحديث هنا يخبر عما يقع من الناس الحديث هنا الرواية دي بتخبرك عن اللي بيقع من الناس حتى اللي بيقول لك عاوز امرأة دينة في الغالب لا يقصد الدين إنما يقصد جزء ظاهر من الدين الجزء الظاهر الالتزام الظاهري طب يا حبيب قلبي انت عاوز ايه الفائده ان امرأه تصلي وتركع وتسجد ومع ذلك المرأه دي مش وقافه عند حدود ربنا بتقسي قلبك على امك وعلى اخواتك مثلا عاوزه تستحوذ عليك وتقطعك من صلاه الرحم يبقى ده تدين ظاهر فقط طيب الفائده الثالثه الكفاءة هي المساواه بين الزوجين في صفات معينه تمنع حدوث العار والتعيير والكفاءه المعتبره بين الزوجين في الدين والخلق الكفاءه المعتبره انما هي في الدين والخلق قال الله تعالى وانكحوا الايام الايام جمع ايم كل من لا زوج له وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم الرواية دي بتدل على دليل استحباب إنكاح الفقير التقي دون مبالاة بفقره لأن الله عز وجل وعد كما في الآية السابقة وعد الله عز وجل أن هذا الفقير يغتني بسبب النكاح وفي الحديث حق على الله عونه ثلاثة حق على الله عونه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاثة من نكح التماس العفاف وفي الحديث قال أنكحوا الصالحين والصالحات طيب يعني إيه الكلام ده يعني المقصود أن احنا بنقول للولي أيها الولي الكريم ابحث لابنتك عن رجل صالح دين ولو كان فقيرا ولكن لا بد أن نضع في الاعتبار أن من المستحسن التقارب الثقافي التقارب المالي التقارب الاجتماعي هذا أمر ليس بواجب مش أمر واجب ولكن احنا بنقول مستحسن ليه؟ لما رايناه من مشكلات. يعني مثلا شاب يسكن في منطقه شعبيه. وعاوز يتزوج بنت من منطقه مستواهم اعلى بكثير. اختلاف في البيئه والعادات والتقاليد والكلام. والبنت كانت عايشه في بيت ابوها لما تقول له آه بابي احنا احنا يابا عندنا في الفلاحين اللي هو زينا. وبنقول يابا ماشي ونقول يا ابتي ابتاه ابي ماشي. بابا ماشي هما هنا داد وانكل والحاجات و... و... اللي انتوا عارفينها دي طبعا انتوا ناس اكابر يعني <applause> ربنا يحفظكم ويبارك في اعماركم جميعا الشيء ده جميل فتعمل ايه فتقولوا بابي لو سمحت حضرتك وانت راجع تعدي على السوبر ماركت تجيب لي شوكولا حاضر ماشي فالبابي راح السوبر ماركت جاب الشوكولا فجاب قالب شوكولاته خبط فيه 120 جنيه مثلا يعني فكانت عايشه حياتها بالطرق العرض قبل ما تفكر في الحاجه بابي يكون جايبها ومامي بتجيبها وعايشه حياتها دلع ودلال والدنيا حلوه زي الفل وتمام التمام فشافت شاب معاها في الجامعه عمل موقف بطولي يعني جه واحد يعاكسها قامعت له بنويتين وشلوتين فقالت خلاص ده فارس احلامي بابي انا عندي واحد بودي جارد انا عايز اتجوز الراجل السكاره ده عشان ده عمل كذا ودافع عني وكان في موقف بطول فالاب برضو من اجل الدماغ بعيده شويه والبنت اثرت عليه بابي هموت نفسي وهنتحر خلاص نتجوز على بركه الله يا ابني يا ابني خلي بالك من التقارب البعيد ده بعيد في عاداتك وتقاليدك والتدين والاخلاق والتقارب والثقافي والمالي حاجات كتير ما خدش بالك المهم اتجوز انا بتكلم على واقع ما ما مش حواديت يعني تزوج شهرين ثلاثة لسه الدنيا ثلاجة كويسة والدفريزة كويس والدنيا زي الفل بدأت الدنيا تفضى طيب عايزين نجيب كذا نعمل كذا ننزل على هايبر وان وكارفور ومش عارف نروح فين يا ستي أنا الحاجات دي ما أعرفهاش بشوفها في التلفزيون خلينا نعيش على قد حالنا آه نعيش على قد حالنا فطب ماشي نتخاصم ها ينزل يجيب لها هدية عشان يصالحها الهدية اللي بيجيبها لها أقصى ضرب نار عنده هي 100 جنيه هو ده قدرته المالية مش معاه يبخل هو مش عارف يصرف فهو تصوره كده اللي زي دي 100 جنيه دي يعني جنيه زائد 99 ميت سحتوت فده كويس جدا حبيبتي مساء الانوار والخيرات والبركات والمكسرات اتفضلي حضرتك اي ام سوري انا اسف جدا على اللي حصل مني وتوبه من دي نوبة واتفضلي الهديه دي فتاخد الهديه تقلب مليون اليومين ايه ده؟ لا هديه ليكي، قلت له ماركة ايه؟ ماركة ايه؟ دي ماركة أبو سلومة و... ماركة هي ما شافتش الحاجات دي هو الراجل الطيب ده فكر إن هو خلاص عمله و... لا اتهمته هو بالبخل ده بخيل ما بيصرفش عليا. بالإسراف والتبذير ولم تستقم الحياة. أعمل ايه؟ اخلع بقى من الحدوتة دي بس حاول ايه الخسائر بقى القايمه بقى ونفقه المتعه ونفقه العده ومؤخر الصداق وحياته صعبه ومن ال... والله العظيم اقسم بالله اخر مشكله انا تدخلت فيها واخ بيحكي لي على اللي بينه وبين زوجته قال لي لما تصالحنا قبل ما يعرفوني يعني لما تصالحنا ابوها قال لي قبل ما تصالح تمضي على وصل امانه ب ألف جنيه نصف ارنب نصف مليون جنيه وعملت ايه قال لي مضيت يا حبيب بابا طب وانت عاوز ايه يا حماده دلوقتي انا عاوز اطلق انت عاوز تطلق اه يعني هتاخد منك القايمه ايوه وتاخد مؤخر الصداق ايوه والذهب بتاعها نعم وفي مؤخر في, في, نفقه متعه اه ونفقه عده اه وكمان هتاخد نصف مليون لا ليه ايه مش طالما اه صحصح صح يا حماده الله يكرمك ابوس ايدك بالحواديت دي اللي احنا بنقولها دي المستفاد يعني إن أنا بقول مع إن الكفاءة المعتبرة في الدين والخلق إلا إن احنا ناخد بالنا مسألة التقارب تقارب في الدين والأخلاق والعادات والتقاليد والبيئة والتقارب الثقافي والمالي أمر مستحسن جدا لكثرة ما رأيناه في المشكلات طيب من الفوائد أنا عايز أقول لولي الأمر ابحث عن الدين والصلاح ما تكسلش تسأل عند المتقدم لبنتك وما تاخدش بكلام بنتك بنت ما تكدبش على راسي وكويس انت عندك ثقه في بنت بس خلي بالك غالبا البنات بيحكموا في هذه المسائل بالعواطف عايزين نحكم العقل يا عم الحاج الله يرضى عنك والدين ابتداء ان جاي حد متقدم تاخد بياناته بالتفصيل موبايلاته تعرف كل تفصيل عنه تعرف اهله تسال في كل مكان وتسال في الشغل ومش هرد بعد يومين ده كلام غلط في غلط هو انت عارفه اصلا عشان ترد بعد يومين ولا ساعتين واحد متقدم منك ما تعرفوش ولا عنه معلومات اقل حاجه اسبوعين يا ابني نرد عليك بعد اسبوعين عشان تقدر تسال واولادك الذكور يبداوا يسالوا واخواتك اللي اعمام البنت يسالوا والاخوال يسالوا لما نطمئن لما نطمئن اطمئننا والحمد لله رب العالمين نبدا نبحث بقى الشاب ده يا صاحب دين ايوه نعم وصاحب اخلاق نعم والاسره بتاعتهم اخبارها ايه هي بنت هتتجوز الاسره ايوه عم الحاج ما هو العلاقه البنت حضرتك هتبقى علاقتها بزوجها وعلاقتها بحماها وعلاقتها بحماتها وعلاقتها باعمام ولادها وعلاقتها بعماتهم اه وابن حضرتك الشاب الجميل الامور اللي عاوز يتجوز ده لما يجي يتجوز مش هيخطف البنت على الحصان الأبيض ويذهبوا إلى الحديقة الغناء ويطروا إلى السماء السابعة إنما هيعيش على كوكب الأرض مع زوجته ومع أبوها وأمها واخواتها وأخواتها وولاد ولادهم ما دي علاقة أسرية مش علاقة زوجية بين زوج وزوجة علاقة أسرية يعني بين أسرتين عشان كده بقول لكل أب اختل لبنتك الشاب المتقدم وأهله أخبرهم إيه؟ طيب ياتي هنا سؤال استشاره يا شيخ هل اتزوج شاب صاحب دين وصاحب اخلاق وشقته في بيت عيله ولا لا؟ البعض يقول ايوه يا بنتي ايه المشكله يعني؟ الشاب عامل ايه؟ فله ودينه عامل ايه؟ تمام واخلاقه امتياز مع مرتبه الشرف الاولى طب وانت عاوز ايه من عيلته؟ انت حضرتك بتقول ايه حضرتك بتقول ايه المشاكل الاسريه قد يكون اسبابها مش بين الزوج والزوجه يا عمي قد يكون السبب الرئيسي في المشاكل الاسريه لا الزوج ولا الزوجه الاثنين زي الفل مع بعض انما في اسباب خارجيه ايه الاسباب الخارجيه اسباب من الحما اسباب من الحماة اسباب من اخوات الزوج والعكس كذلك عند الـ عند الـ الزوج قد يكون المشكلات جايه من عند حماته من عند حماه من عند اخواتها من عند عماتها فعشان كده بقول لحضرتك لما تيجي تتقدم يا ولي الامر انت راجل طيب انت ابحث عن الدين والصلاح وما يبقاش شغلك الشاغل ان المتقدم لك صاحب مال ولا لا دور على دينه الاول دور على الدين وبعد الدين والاخلاق نبدا نبحث نجوزها في بيت عيله ولا لا التفصيل هنا أعمل إيه؟ تُسأل يُسأل عن الحماة أولاً الحماة أولاً وعن الحماة قد تكون الحماة هي شخصية قيادية قد تكون شخصية تسلطية وارد جداً شخصية بتتحكم في كل حاجة بتلغي شخصية ابنها اللي هو الزوج ده وهي المتحكمة في كل شيء في البيت طيب لما تحدث مشكلات لبنتك هل زوج بنتك هيقدر يسد مع عمه؟ كلا هيقدر يجيب لها حقها؟ لا هيقدر يضغط على أمه؟ ممنوع هيقدر حتى يتناقش معها؟ مرفوض طب نعمل إيه؟ ممنوع زواج هل؟ هيقولوا إيه؟ طب نجيب لها شقة خارج البيت نوافق على الشاب بس لما له يا ابني اتجوز في شقه خارج البيت، والله لو اتجوز شقه في الواواء برضه نفس الوضع، طالما امه شخصيه متسلطه ومتحكمه وما فيش عندها دين ولا مراقبه ربنا وبتمشي بالطرق بالعرض والزوج شخصيته ضعيفه ومش عارف يتحكم ولا يقدر يجيب حق زوجته، يا عم الحاج ما ترميش بنتك في المصيبه دي. طيب اما اذا كانت الحماه امراه صالحه دينه طيبه على الفطره بتحوط على البيت، ابنها لما يزعل مراته بتديله كلمتين في جنابه وتقول لها تقول له يا ابن اتقي الله احنا عندنا ولاية بالمعنى العام كده اليسير ده، عندنا ولاية وعندنا بنات وارحم بنات الناس عشان ربنا يرحمك ويرحم اخواتك والس والناس الطيبين دول ده انت دي تجري تترمي في احضانها وتعاملها في معامله الامومه على انها امك وهي بالعكس تعملك بقى معامله البنوته بنتها بقى الصغيره وهنا نوافق يبقى المساله بهذا التفصيل اللي انا ذكرته ده. ونعرف الكلام ده منين؟ ها؟ نستشير الناس ونسال اهل الصلاح والدين ونسال الجيران اللي حواليهم ونتعرف. طيب. من الفوائد ما عظم شان الزوجه الصالحه ومع اهميه العنايه باختيارها الا ان هناك تفريطا كبيرا جدا في هذا الشان. فكما ان هناك من لا يابه بتزويج ابنته من غير ذي الدين والخلق فكذلك هناك من لا يأبه بذات الدين والخلق إذا أراد الزواج بيحكم المصلحة المالية دون اعتبار لا الدين ولا أخلاق وهذه مصيبة يا ابن الناس الطيبين هل الجمال مطلوب؟ جدا طبيعة النفس تألف الجمال وتنفر من القبح مش كده لو انت معدي على حديقه غناء فيها زهور وبساتين وحاجات والحاجات الحلوه دي وشميت رائحه طيبه يا فل بلدي ولا وادي ولا تقول له الله ما شاء الله سبحان الله طب لو عديت على جيفه تعمل كده صح ايوه مش ده الوضع ليه طبيعه النفس بتالف الجمال وتنفر من القبح طيب الجمال ده لو هو مش معتبر في الدين ما كانش النبي اصلا ذكره في الحديث ولا جاب له سيره خالص انما الجمال مطلوب بلا شك الجمال مطلوب طيب ما هو الجمال المطلوب في المراه؟ ده امر نسبي انا شايف ان الجمال في المرأة وضع وانت شايفه وضع تاني وده يعني مثال تقريب ده يقول الجمال للظاهر الظاهر يعني واحد يقول انا بحب التخين واحد يقول انا بحب الرفيعة واحد يقول انا بحب ما تبقاش اطول من واحد يقول عاوز واحدة طويلة واحد تاني يقول شعرها مجعد والتالي يقول ضربة في الخلاط والتالت يقول عينها خضرة والرابع يقول يكون بيضة والسابع يقول تكون امحوية وواحد يقول سنينها بيضاء ما شاء الله واحد يقول يعني كده كل واحد دودنا مش كده ولا ايه امر نسبي ده في الجمال الظاهر جمال الظاهر اللي هو اللي شايفينه يعني اللي واضح للناس ده برضو ايه الجمال المطلوب في المراه كلمتين ونص انت رايح تتقدم لخطبه فتاه قعدت معاها قعدت تبص لها وده حقق الشرعي فانظر اليها فانه احرى اي يؤدم بينكما وعدم النظر للمرأة بتفحص هتظلم نفسك وتظلم غيرك وهيجي لنا مصايب بعد كده وهنتكلم في ده في حديث انظر إليه وفي تفصيل طويل جدا فيه ونسخته على واقع الناس زي كعادتنا في الكلام يعني فالجمال مطلوب نعم حمادة راح يخطب ميادة قعد معاها بيبصلها فلما شافها قال الله يا سبحان الله أنا كده وقعت وأم سمت علي هي دي واي مقتنع ليه وهو قاعد حصل له قبول وحصل له اعجاب ده طبعا بعد الدين والاخلاق من ناحيه الشكل يعني الجمالي حصل له قبول وحصل له اعجاب وكان سعيد جدا جدا وقال يا دي ستغض بصري وتحفظ فرجي ايوه ايوه هو ده المطلوب في الجمال انها تغض بصرك وتحفظ فرجك انت مقتنع جيت قعدت مع ست الكل مامي يما أيوة أنا رحت شفت واحدة النهاردة اللهم بارك عجبك يا ابني يا ابني مبسوط تمام تمام خلاص يما أنا حدد ميعاد مع أبويا عشان نروح نخطبها لا 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 شفتها إيه يا حاجة هو أنا شفتها طب و حضرتك مارك بالحدوتة دي هي عجباك كولد انت بتنكري دينها لا يا ابني اخلاقها لا يا ابني امال المشكله فين يا مامي المشكله فين يا حجه المشكله ان شكلها مش عاجبني بلاش دعوه بالحدوته دي عشان قد يكون قلبك متغير من اي بنت في الدنيا ليه عشان عاوزه ان ابنك يخطب بنت خالته او يخطب بنت عمته او يخطب حد من حد من العيله يعني هو مش عاوز مش عايز حد من الاسره خالص عايز يطلع بره هو حر هو حر فقال لك انا مبسوط وسعيد وشكلها عجبني وقبول وزي الفل خلاص تقول له لا انا جاي معاك وما تزعلش سميه واسماء اخواتك البنات يعني كم عين هيبصوا لها بالصلاه على النبي كده ست عيون الام والبنت والبنت ست عيون هيبصوا عليها فده تقول يما ده بصت لي من طرف عينيه يامه ده شعرها كرت يامه ده شكلها كده مش عاجبني يما حاسه كده من جوه ان انا مش مرتاح ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده؟ يا ابن الحلال عينيك إيه في راسك تعرف خلاصك زي ما بيقول طب اعمل ايه يا جميل اعمل في الوقت ده يا امي قبل ما اروح لو اعجبتني ساقبل ما كانش استاذن حضرتك نرفض اما اذا كان في حاجه متعلقه بالدين والاخلاق لكن حقك منعي وما تحضرش الفرح ولا وتقولي مش داخله لك بيت تاني والكلام اللي بنتي بتقوليه في كل مره ده تمام وبالله عليك يا حاج ما السكر ولا الضغط ولا تعملي مشاكل ابنك هي عجباه دينا اه زي الفل في الدين وزي الفل في الاخلاق بس جمالها بالنسبه لي انا كأم خمسين في المية هو شايفها الف في المية قولي له يلا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير طيب آه انا بقول لكل شاب بيبحث عن صاحبة المال بس الثروة تتبدد والمال عرض زائل كم من الأغنياء أصبحوا فقراء ده مشاهد خاصة في السنوات الأخيرة كم من الأغنياء أصبحوا فقراء وكم من فقراء أصبحوا أغنياء والأمر بيد الغني سبحانه وبحمد فما تبقاش القصة بقى اللي حضرتك بندندن عليها للنهار أنا عاوز واحدة غنية عاوز واحده يكون مريشه عاوز واحده يكون موظفه شغالة في بنك وعندها عربيه يا ابن الحلال قول انا عاوز واحده دينه عاوز واحده تحفظ عرضي عاوز واحده تحفظ مالي عاوز واحده تعيش معي على السراء والضراء شوف الشاعر قال ايه فلا يدري الفقير متى غناه ولا يدري الغني متى يعيله يعني الغني ده مش عارف متى يفتقر حدش عارف هذا امر الله عز وجل فالمطلوب يا حماده من حضرتك الله يسترك ويرضى عنك ان تعرف ان المال يتهدده الزوال السريع والخساره المتوقعه ثم هسالك سؤال ايه انت ليه رابط ما بين السعاده وبين المال يعني انا عايز اقول ان الحدوته دي فيها وهم كبير بيسيطر على الكثير من الناس فهم يحسبون بان السعاده قائمه على الغنى وعلى الجمال الحقيقه المثله للعيان أن المال وحده لا يوجد السعادة وإن كان مش الكلام حق وإن كان يعين على تحققها إن كانت موجودة طب السعادة مش موجودة؟ ولا هي نابعة من أعماق النفس؟ يعني بسبب الرضا والقناعة وحسن المعاشرة فالمال لا يوجدها أبداً والسعادة بتعتمد على النفس أكثر مما تعتمد على الظروف الخارجية من مال وصحه وظروف مواتيه ونحو ذلك فاذا كانت السعاده في قلبك اصلا غير موجوده فالمال مش هيعمل حاجه معاك اما اذا كان عندك قناعه وعندك رضا وعندك حسن معاشره لما ياتي المال هيزود عندك السعاده من وسائل ايجاد السعاده وهي موجوده من وسائل تحسين السعاده وتشويدها اما ان المال يوجد السعاده فلا ايه الفايدة مع انسان مع ملايين الدنيا ولا يركع ولا يسجد بين يدي الله الواحد الاحد، والله ما هيسعد. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ده مش كلام ربنا سبحانه وبحمده. ده كلام ربنا سبحانه وبحمده. فالمال مش هيوجد السعادة. هيجودها ويحسنها لما يكون موجود. انما ان المال ينشئ في قلبك سعاده لا ورب طيب من الفوائد لا حرج على الرجل ان يطلب ذات المال او الجمال او الحسب اذا كانت ذات دين ولا حرج على المراه ابدا ان تسالني سؤال تقول لي يا شيخ الرجل ده صاحب اخلاق وصاحب دين هل هو غني بعض الناس يتعجب وممكن يسكها على دماغها ما المشكلة لو انها طلبت رجل دين وصاحب اخلاق وغني؟ عشان عارفة نفسها ان مش هتقدر تعيش في بيئة معينة، مش هتقدر تعيش في بيئة فقيرة، مش هتقدر تعيش بهذه الوضعية، وده حقها. طب بتقول لي انا انا عايز اتجوز غني. ماشي يا بنتي. ها؟ وايه كمان؟ ويعني يكون مرتاحين. ماشي وايه كمان؟ ومستوى يكون متقارب مننا. ماشي. بس كده بس كده دي مش فاهمه حاجه في اي حاجه اين هو الخلق ما عنه اين هو الدين ما عنه يبقى دي فاهمه فهم مغلوط تحتاج الى تغيير قناعات تحتاج الى تغيير قناعات أقول لها يا بنتي اول ما يطلب في الرجل ما قاله الله عز وجل ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبك عاوزين رجل صاحب دين وبعد الدين اخلاق وبعد الاخلاق اطلبي بقى يكون مش عارف مركز ايه وشغال في ايه ومعاه فلوس ايه كل الكلام ده لا ما فيه اي مشاكل خالص فلا حرج على الرجل دي من الفوائد العظيمه من هذا الحديث لا حرج على الرجل ان يطلب امراه غنيه وصاحبه شرف يعني حسب ونسب شريف وصاحبه جمال بس ابتداء تكون صاحبه دين وصاحبه اخلاق ما اي مشاكل خالص ولا حرج على المرأة إن يكون زوجها عاوزاه رجل جميل، وعاوزاه رجل صاحب مال، وعاوزاه مش عارف صاحب مركز، مفيش أي مشاكل في الكلام ده خالص، بس بشرط يتقدم على ده أن يكون صاحب دين وصاحب أخلاق. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وإن شاء الله تعالى إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء في الأسبوع المقبل، نبدأ نتكلم عن بقية فوائد هذا الحديث. سعدت بكم في هذا اللقاء وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم سعادة الدارين ولا تقبلنا وإياكم في الصالحين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته